والله يا معلم طول ما انت قاعد على الكرسي ده هتفضل العتبه دي فوق الفوق. انت مش نبرت فيها يا فقري؟ يبقى اللي جاي كله خراب. هتخرب اكتر من كده ايه؟ مش اخد ابنه زين تحت جناحه ومحدش فينا داري؟ بقول لك ايه عزوز، تعرف زكريا مخبي الدهب فين؟ انا لو اعرف يام هقعد وسطيكوا زي خيبتها كده. انت من يومك ما تعوز مش فالح، بس غير في قله الادب والعتق الايه لا مؤاخذه يا بنت الخدامه. وانت قاعده ليه؟ امي مسكينك مقاشه وهيل التراب، يمكن ربنا يفرجها. وانت يا فرجتي ما تعرفش زكريا وزين فين؟ علم علمك والله يا مراسي. فين ايام السيطره؟ هتقع من عين انت كده. ولك يا مراسي ما تخلينا اخوات احسن. مش عاوز اخوات بنات يا حبيبي. وانت يا عين امك شوف الناس في ايه وانت في ايه، مش واي حتى للي بيجرى فينا. وانا مال انا يا ام، انا عايز اعيش يوميني وخلاص. العيب مش عليك، العيب على الدكتور اللي قال لي مبروك جبت راجل. هنعمل ايه يا عزوز؟ هنفضل حاطين ايدينا على خدنا كده مش عارفين ابويا بيرتب لايه؟ يرتب زي ما هو عايز، هو يرتب وانا ارتب، واللي يسبق يقش. ما هو اللي تعب وشقي زي اللي رجع ولقي. صباحكم زي وشكم. الطف يا لطيف من المعفن لما يبقى نضيف. هو صحيح يا بنت يا نوسة الناس بتزعل ليه لما الواحد يقول لهم صباحكم زي وشكم؟ علشان وشهم يقرف. صح عندك حق. صباح الخير يا ست البنات. انت بتمثل كويس يا عزوز، وانا احب قوي اشجع المواهب الجديده. بالحب عشان الميزان يطب. دورت الكلمتين اللي انا قلتهم لك في دماغك ولا في راسي وقلبي؟ مفيش غير المعلم زين الكبير، معلمك وولي نعمتك يا عزوز. بس سيبك من كده الميسه دوت وخليكي مع الفايده. فايده في ايدي يا ابو ايد فاضيه. اغشك يعني؟ اديك شاش واقول لك قبل كاش؟ ولا انت شايف حاجه تانية غير كده؟ اللي تشوفيها جميل. طب وسع كده عشان نجرد الماليه ونكشف الحراميه. الله الله بسم الله الحارس، الله منوره الدنيا ماليه الكرسي يا ست الكل. كل واحد يستناني في عتبته عشان نجرد بضاعته. سيد المعلمين جه اهو. هذا الشبل من ذاك الاسد وذاك الفجل من هذا الشبل. نورت مطرحك يا خال. كنا عشمانين فيك تفطر معانا يا زين الرجال يا سيد المعلمين. قد القول يا حبيبتي، بس اصل المعلم زين ما تحللوش اللقمه غير من ايدي، ملوش هو في العك. طب استاذه اروح اطمن على امي. لا لا امك مش في البيت، هتلاقي عند الضريح اللي على نص الحاره. ماشي مع السلامه. اتفضل يا عم. مكانك منور خير. ربنا يخليك يا عزوز. انا بره بقى. طيب طيب. محسوبتك خريجة كمبيوتر وبفهم في الحسابات، أول ما يرجع زين نجرد المحلات ونمشيها سيف على رقبة الكل.